فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول جهلا لا إنكارا ولا جحودا ولكن لنقص علمه لا أدري أين الله، فماذا يكون حكمه؟ حيث المؤمن لا يقول هذا حتى ولو كان عامي، يا أخي ولو كان عامي ما يتجرأ أنه يقول ما أدري أين الله أبدا، هذه ما يقولها إلا صاحب ضلال إلا منحرف، هو اللي يقول لا أدري أين الله. أما العوام والبدو والحضر ما أحد يقول لا أدري أين الله أبدا، بل هم في فطرتهم يتجهون إلى العلوم. نعم.